والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. جيناكم فيديو جديد. طبعا زي ما انتم عارفين انه انا ماخد بيض مهجنه عندي، اللي هو بيض المزارع مع الديك اللي هو البلدي. انا هجيت هفرجيكم اللي هو بيض المزارع، وهفرجيكم اللي هو الدجاج المزارع، وافرجيكم الديك البلدي اللي عندي، وافرجيكم ايش صار عندي لما انا حطيت البيض تحت انثى الديك الرومي ترقد عليه. صراحة هو فجس. انا جيت هفرجيكم اياه. خليكم معنا لاخر الفيديو، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تسلخوا لايك، ولو اول مرة بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعيل تنبيه الجرس ليصلكم الجديد. نروح نشوف ايش معانا اليوم. تمام، زي ما انتم شايفين هذه هي انثى الدجاج اللي هو المزارع، وهذا هو الذكر اللي هو الديك، ديك اللي هو البلدي. فانا حطيت هذا مع هذا والحمد لله باضوا، واخذت البيض تبعهم وحطيته تحت الرومية على اساس انه هو يفجس، والحمد لله فجس هو. هل قلت هفرجيكم خطوة خطوة. هذه هي الانتاية او الدجاجة، قاعدة هان بدها تبيض، فانا باخذ بيضها وبطعميه للاولاد عندي، لاولادي. نروح نشوف، نروح نشوف يا جماعة الخير اللي هو الكتكوت اللي طلع معانا تحت اللي هو الدجاج الرومي، ونشوف المشروع هذا او الطفرة الجينية اللي انا سويتها هل هينجح او لا. طبعا انتم مستنيين الفيديو هذا لانه انا عملت فيديو انه احنا بدنا نهجن اللي هو النوع هذا مع النوع هذا، وبيطلع اللي هو دجاج ببيض بالشتاء وفي الصيف. تمام، على اساس انه هو المزارع ببيض في الصيف والشتاء، بس البلد ببيض بس في الصيف، ببيضش في الشتاء. تمام، نروح نشوف ايش نسوي او ايش معانا اليوم تحت الرومية. تمام، خليكم معانا وحاولوا تسلخوا لايك. تمام، طيب يا جماعة الخير قبل ما نروح للرومية اللي هي راقدة، هذا هو الكتاكيت اللي انا عزلتهم عن امهم على اساس انه هي ترجع تبيض. زي ما شايفين هدول هم عمرهم شهرين ونص. صراحة في ناس، في متابعين قالوا لي صورنا اياهم يا ابو ادم على اساس انه احنا نشوفهم. صراحة يا جماعة الخير انا احتمال ابيعهم. تمام، فانا احتمال كبير ان انا ابيع هدول الاربع حبات. صراحة يا جماعة الخير شوية هيك الماديات. تمام، نروح نشوف ايش معانا اليوم. خليكم معانا. تمام يا جماعة الخير، انا نقلتها معاكم قبل هيك في البيت هذا، هي كانت في البيت اللي هو تبع الرومي. وصراحة الناس كتير قالوا انت كيف تنقلها يا ابو ادم، هو بتقدر ان انت تنقلها في البوكس هذه في الليل. تمام، يعني انت جيبها في الليل وحطها. تمام، خلينا نشوف ايش في تحتيها مع بيضها وبيض اللي هو الدجاج الابيض مع الديك اللي هو البلدي. تمام، بسم الله، يعني زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. انا فحصت البيضة الثانية اللي انا حطيتها معاكو. هذه هي بيضة اللي هو الدجاج الابيض مع الديك اللي هو البلدي. تمام، هذه صراحة اللي طلع فيها كتكوت، بس مش عارف ايش القصة، يمكن هي يعني مش راقدة عليها ليلة كاملة فالكتكوت جوا نفق. تمام، فاحنا بدنا نشوف ايش معاها هالجيت. زي ما قلت لكم يا جماعة الخير نشوف ايش في تحتيها. وصراحة هذا بيضها ضايل له يعني خمس او خم او ست ايام او سبع ايام ويفجس. تمام، هذا هو بيضها، وانا حطيت اللي هو البيض التجربة. نشوف ايش في تحتيها. اها، في كتكوت هنا. طب ثواني نرفع اللي هو البيض المكسر. وين التاني؟ زي ما انتم شايفين. صراحة يا جماعة الخير في ناس قالوا لي احنا يا ابو ادم الصوص منقر بس مش راضي يطلع. تمام، انتوا خلوه تاني يوم الصبح هيطلع. هو في هان لازم يكون في هان بيكون زي خلاصة، ف
فهو الكتكوت بضله يمتص فيها يمتص فيها قبل ما هو ايش يكسر يكسر قبل ما يطلع بيكون ممتص اللي هو الخلاصة هذه لازم يمتصها كلها بعدين اللي هو يطلع تمام. فانت ما تجيش تفتح القشر عليه ويمشي له شوية وترجع تقول يا ابو ادم الكتكوت تعبان ابو ادم الكتكوت مات. لا يا حبيبي خليه يوم كامل وهو يفجس تمام، عشان فيه بتكون زي خلاصة هنا ولازم يمتصها ويطلع تمام. انا هلقيت هفرجيكم اللي هو ايش في تحتيها التهجين اللي انا هجنته. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. انا حاسه كتكوت عادي يعني، بس هذا هو التهجين. طلعوا معاكم هان كيوت يا صلاة النبي. هذا يا جماعة الخير الابو ديك دجاج بلدي والام مزارع شايفين سبحان الله. فمش عارف لسه صراحة. اخوه التاني نفق هو في البيضة. فاشي حلو يعني انه انت تهجن عندك حاجة يعني تعمل طفرة هيك حلوة اللي هو المزرعة تبعتك او اللي هو المكان اللي انت بتربي فيه. ف بسم الله ما شاء الله. الناس اللي استنوا معانا اللي بيض اللي يفقس هو هي فقس واحد والتاني يعني ما حلف خش الحظ هاي صوت ابوك ولا فقصدين ربنا ان شاء الله تمام. انا هجرب ان انا احطه مع الرومية اللي معها الكتاكيت الدجاج على اساس انه هذه تكمل بيضها، وانا ان شاء الله هبقى اعملكم فيديو عليها وهي بتفجس ان شاء الله. طيب هتحطه وين هذا يا ابو ادم؟ هل لقيت هذا بده رعاية؟ وين بدك تحطه؟ تمام انا هل لقيت هفرجيكو وين بدي احطه بالضبط تمام. تمام يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين هذا هو احنا هنحطه هنشوف ايش بده يصير فيه او كيف هنتعاملوا معاه. صراحة هذا هي الدجاج بس هو مش من عمره، مش عارف صراحة لسه ايش هيصير فيه. نحطه نجرب يعني زي ما انتم شايفين انا خايف عليه فالي خاطر اخليه عند يعني اللي هي الانتاية اللي رقدت عليه شوية ابو يومين قبل ما ايش يشد عوده ورجعه تاني. صراحة انا سألت المتابعين قلت لهم ايش حابين اسوي في الكتاكيت هذه، فمنهم قال لي اذبح للطيور لما يكبروا، في منهم قال لي ربي على اساس انه يصير عندك حاجة يعني جديدة في القناة، وفي منهم رجح انه يعني اذبح، وفي منهم رجح انه انا اخلي القناتي واذبح للطيور ومن الكلام هذا. فقصدين ربنا يعني ولسه مش عارفين ايش بيصير عندنا، فان شاء الله خير. مش عارف صراحة ايش اسوي هنا، مش هخليه عندهم لانه احتمال يعني كيف ينقروه او يخطوه او الانتاية هذه تدوس عليه وهي مش شايفاه، فلسه مش عارف ايش اسوي صراحة. بس انا هرجعه بمشي يعني بمشي بمشي. هذا هو هي ابوه هي امه يا جماعة الخير شايفين كيف بسم الله ما شاء الله. ف اللي خاطر ارجعه تاني للام البديل تمام ما علينا. هلقيت انا بدي ارجعه تاني بس انا كيف حبيت ان انا افرجيكم في الحلقة هذه ايش صار معنا في اللي هو الكتكوت هذا. ضربته شاطر سقفوله يا متابعين سقفوله ضربها سقفوله. فمش عارف صراحة هرجعه تاني لانه
تمام. يس اوكي، خلينا ناخده. بسم الله. إيه صراحة هو لقيته هو لسه مفقس مفقس يعني جديد، فلسه بتكون الخلاصة في بطنه اللي هو خلاصة البيضة من كلامها زي ما توحد حددت لكم، فهو حيضله يعني في معدته أكل لمدة يعني يوم أو يوم ونص. لكن في اليوم ونص هذا يعني يكون يعني وقف على الجري وتحسن، فنرجعه تاني يا جماعة الخير على أساس إنه إيش برد هو. تمام. نروح نرجعه، نروح نرجعه. شايف يا بابا هاي كتكوت طلع عنا من الدجاج الأبيض. هاي ليش؟ لا ملوش ريش. على قصة الريش خلينا نحكي للمتابعين اللي هو قصة الصف والصفين في العمر اللي هو لسه مش طالع بالمرة، لسه ما فيش ريش بالمرة. ثواني، لسه مش ظاهر. تمام. بعمر 3 أيام تقدر انه انت تعرف اللي هو ذكر او انثى بيكون الريش تبعه صف او صفين. كيف صف وصفين يا ابو ادم؟ الريش تبعه مثلا هاي الجناح هيك، في جناح اللي هو الصف السفلي والصف العلوي. لو كان الصف كله مصفوف صف هيك او الريشة عريضة صف هيك بكون ذكر. لو في فراغ بيناتهم يعني ريشة ناقصة هيك ريش وهيك ريش نفس الجناح بتكون انتاية. تمام، للتوضيح فقط. بس في عمر اللي هو 3 أو 5 أيام للكتكوت، أي نوع كتكوت أو أي نوع طيور. تمام. خلينا نرجع للحاضنة تبعته بنجر ونشوف إيش نسوي. تمام يا جماعة الخير، أنا حابب أصور لكم الانتاية هذه وهي بتفقس، أو هي لما تفقس فإحنا هنرجع الكتكوت هالجيت، هناخد هدولة. حابب اصور لكم اياها وهي بتفقس وحنزل لكم اياها فيديو ان شاء الله. هذا هو البطن الخامس. تمام يا جماعه الخير، البطن الخامس يفقس عندي ان شاء الله. طبعا انا هذا البطن حبيع منه لانه مش هخلي يعني مش هخلي كتاكيت، في مشترين كتير وفي منهم صراحه جيراني دفعوا حق الكتاكيت وهو لسه في البيضه. تمام، فان شاء الله خير قصدين ربنا. حبايبي بديش اطول عليكو، اتهمريش، عارفين ان انت خايفة على اولادك. تمام، زي ما قلت لكم ايش كنا نستخدم، اللي هو نحط لها الاكل جنبها والشرب جنبها ونطلعها مرتين في النهار تاكل وتشرب وتعمل حمام وترجع ترقد على البيض. تمام، اهم حاجة تعمل الحمام عشان انه هي ما تعملهش على البيض ويفسد البيض. تمام. صراحة نروح للرميات الكبار شوية. صراحة يا جماعة الخير انا هدول ان شاء الله انا هين بدي اعرضهم للبيع. بالنسبة للجيراني او في المنطقة عندي لو حابين ان انتو تشتريوا يعني بسم الله ما شاء الله شهرين ونص وبسم الله ما شاء الله يعني بدهمش كلام يعني بسم الله ما شاء الله زي ما انتو شايفين 4 حبات بسم الله ما شاء الله عليهم. احتمال يطلعوا اللي هو ذكرين وانتيتين. تمام. للتواصل ولو انت حابب تتواصل معايا في الفيديو هذا تحت في اللينك او في صندوق الوصف في اللي هو الفيسبوك تبعي والانستجرام والصفحة على الفيسبوك تبعتي يوميات مزارع فلسطيني. ياريت تشرفني وتزورني وتقول لي لو انت حابب انه انت يعني تشتريهم. تمام، انا صراحة حابب ان انا اربيهم بس شوية الماديات ضعفت عندي فالحمد لله. طبعا حبايبي بديش اطول عليكم، اترككم في رعاية الله وامنه واقولكم انه ان شاء الله إلنا فيديوهات كتير وإلنا فيديوهات جاية كتير. حبايبي بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ياريت لو عجبكم الفيديو تسلخوا لايك، لو اول مرة بتفوت قناتي ياريت تعمل سبسكرايب تفعيل تنبيه الجرس ليصلك كل جديد. حبايبي مرش عليكم يوم من غير ابتسامة، اكسروا من الصلاة على النبي.
اذكروا الله يذكركم، استغفروا الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.